بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب قالوا لنا. معكم عبد المجيب. اليوم راجع توزيعات KAOS. اوكي ممكن اسمها KAOS ما ادري. عموما التوزيع صار زمان والناس ترسل طلبات على هذه التوزيعه تحديدا لسبب ما الله اعلم اتجاهل. اوكي خالص على الموقع قريت شوي حملت توزيع اكتشفت انه كنت ذبي ليش ما رجعت من زمان. اوكي التوزيعة جدا ممتازة بالنسبة لي أنا. أوكي مدري عنكم أنتم ليش لأن فيها مميزات تصلح لي. التوزيعة طبعا في توزيعة تقريبا مشابهة لو سويت مراجعة سابقة لتوزيعة شاكرا إذا تعرفون شاكرا وتوزيعة KDE مبنية على الأرش. أوكي فتقريبا المبدأ متشابه ولكن في اختلاف طبعا حتى هم سووا كلام عنهم بالموقع إنه ترى إحنا نختلف وإلى آخره في اختلاف فعلا. توزيعة الكيوس تقريبا مركزة على المستخدم اللي جرب كل شيء واستقر على واجهة KDE. اوكي مثلي. اوكي انا واحد من الناس اللي استخدمت KDE وحبيت KDE جربت كل التوزيعات جربت كل الواجهات حبيت KDE وحبيت الارتش جيد كطبعا كمكتبي ولكن عندي لينكس مينت KDE وعندي ايضا ديبيان على السيرفر ولكن اتكلم عن الديسكتوب ارتش لينكس. هذا التوزيع سوت اخذت KDE اوكي خصصته بطريقه جميله جدا مبسطه توزيعها حتى طريقه التعامل معها سهله طريقة تثبيتها ايضا سهله. اوكي يعني ما تحس انك تتعامل مع توزيع من توزيعات الارتش. اوكي هذا توزيع ايضا مبدئيا مبني على الارتش اصلا اوكي ككور جيد. انا اول ما شغلت احسبه مبني على الزوزة. اوكي نظرا لان هذا توزيع ذكي شوي ايش سوت اخذت ادوات من زوزة واخذت بعض الاشياء من فيدورا ايضا اوكي وحطتهم مع بعض وحطت اللي هو مدير البرامج طبعا باكمان نظرا لقوة الباكمان أصلاً فقالوا حنا حاولنا نجيب أكثر من برنامج فنظرا للباكمان يعني هو الأفضل تقريباً من ناحية إدارة البرامج. أوكي حالياً أعتقد ما في منافس. أوكي حطوه جيد فهذه مبدئياً إيش هي التوزيع. أوكي طبعاً تستهدف المستخدم اللي يعني مو بشرط يكون محترف ترى بلس خطأ كنت محترف متقدم ولا هو الشخص اللي تو بادي جيد شخص يعني ها مجرب مر على أكثر من شغلة. أوكي اوكي خلصنا من البربر والكلام الطويل العريض خلونا ندخل نشوف وش جايب هالتوزيع معنا اصلا. اوكي طبعا بسم الله التوزيع عندنا قائمه مبسطه زي ما شايفين قائمه KDE طبعا. اوكي الادوات اللي جايه جدا قليله اوكي ومبسطه صح نسيت اقول لكم التوزيع ما فيه 32 64 بس عندهم مبدا فلسفي يقول لك احنا ما نبي نضيف 200 حزمه مقابل ثلاث برامج مهمه ما تجي طبعا البرامج يقصد فيها سكايب واين وفي ستيم. ستيم طبعا واين بيجي ان شاء الله 64 لكن لسه ما بعد جاء 32 سكايب وفي عندك 32 اللي هو ستيم. اوكي ستيم واين هذول اهم ثلاث برامج طبعا في حاجه ثانيه ولكن هذول اهم ثلاثه. اوكي فيقولون ما احنا بحاطين حزم كبيره علشان يعني ثلاث برامج ممكن ما يستخدم منها الا واحد اصلا جيد فانت اذا كان عندك ما تبي ال 32 لا تستخدم هذه التوزيع جيد. هذا موضوع الادوات التطوير. اوكي الالعاب جرافيكس طبعا هم تفضيلهم بكل البرامج اللي يكون كيو تي. اوكي اذا كنت شخص يعني ما تخاف من برامج الكيو تي او تحب الكيو تي جيد انا احب الكيو تي كواجهه فانت ممكن تستخدم واجهه الكيو تي واجهه الكي دي جيد طبعا في جي تي كيز اللي على الجنوم اوكي او جنوم او نوم عشان ما حد يجي يصحح لي احنا بشبكم. طيب فعندك هذا عارض ملف عندك كربو عندك كريتا طبعا كريتا اللي ما يعرفه انا تكلمت عنه سابقا هو محرر مو بحرر لك زي ما تقول اغلب على طابع الرسم. اوكي وعندنا هذا التصوير الشاشه عندنا اكثر قراءه البي دي اف الانترنت في حاجات جميله هنا. اوكي اتركنا هذا كله. اوكي هذه برمجيات عاديه حطه واللي هو هذا اكتشاف اللم ذا جيد اسحب عليه اسحب عليه ما شفت شيء. اوكي نروح لم انترنت مره ثانيه هذا كوبزيلا. كوبزيلا عباره عن زي الفايرفوكس ولكن هو افضل من الفايرفوكس من ناحيه الشكل. الفايرفوكس دائما تحس انه جزء مختلف عن النظام. اوكي هذا البرنامج طبعا انا السيد دخلت عليه قبل شوي اتفرج عليه هذا البرنامج المميز بو انه يعطيك شكل زي هم يسمونه نيتيف لوك. اوكي اللي هو نيتيف لوك نيتيف لوك يعني نيتيف لوك عجزنا نعرف يعني ياخذ طقم الايقونات الفعال حاليا ما يتغير شكل الايقونات عن شكل سطح المكتب ياخذ نفس الوان الثيم تقدر تسوي هذا الشيء ادوات تثبتها على KDE ولكن ما يعطيك نفس الاداء اللي فعلا واللي انا شفته موجود هنا في البرنامج. اوكي فلو جينا تفرجنا الحين من هنا سريعا. اوكي طبعا هو نسخه تعتبر قديمه شوي من فايرفوكس انا ما حددت التوزيع بالمناسبه ممكن يكون في اصدار جاي. اوكي ولكن هذه هي الاصدار الخاصه بالبرنامج حاليا 1.9. اوكي
اوكي موزيلا 5 لينكس هوستين وبكيت طيب ما علينا. زين هذا اللي موجود بي المتصفح، ما جربت اقول لكم احدث التوزيعه. المتصفح جدا صراحه عجبني شكله مره مره رايق بالحيل. اوكي خلينا نقفل هذه، في حاجه نلقي عليها بال هنا، اغلب الشيء عادي. اوكي الملتي ميديا برامج عاديه، اوكي الصوت والى اخره، حرق الاوفيس حطوا عندنا اللي هو برنامج كاليجرا. اوكي كاليجرا او اللي تبوا تسمونه. اوكي هو عباره عن برنامج اوفيس ولكن ما حطوا ليبر اوفيس، عاده يحطون ليبر اوفيس زي ما قلت لكم ركزين على موضوع الكيو تي. اوكي لذلك هم حطوا البرامج هذه. لو حبينا نفتح برنامج زي شيتس مثلا، اوكي ممكن تشوف فيه شابه بسيط مع الليبر اوفيس. اوكي انا بصراحه اختبصت شوي، ولكن انا فعليا طلع ما عندي ذيك المعلومات الكافيه عن هذه البرامج ولا مستخدمها من قبل، ولكن طالما انها تدعم او زي ما تقول التوافق كبير جدا صراحه بالشكل مع الكي دي اي، فانا راح اثبتهم ان شاء الله واقضي معهم وقتا طويل. طبعا في برنامج ثاني حلو شفته اللي هو برنامج بلان. اوكي وبرنامج التخطيط ممكن تسوي بيسك بروجكت وتسوي خطط خاصه بك من هنا. اوكي نروح للاوفيس، خلصنا السيتنجز، يعطيك السيستم سيتنجز. اوكي حقت الكي دي اي طبعا لا جديد. طيب لو رحنا على السيستم نفسه في عندك هنا برامج جميله جدا، من ضمنه حطوا لك اد ريموف سوفت وير، هذا برنامج اللي هو اوكتوبي. اوكي واجهه رسوميه اللي هي الباكمان. اوكي هو يعتمد على الباكمان. حطوا لنا ايضا مع السيستم دولفين اوكي ميني باك اب، هذا برنامج حلو. اوكي يسوي لك نسخ احتياطيه، تختار الشيء اللي حابب تسوي نسخه احتياطيه له زي ما انتم شايفين، برامج او حتى كانت اداء يعني شو نقول لك داتا خاصه بك. اوكي ادرس بوك بدري ايش ايميلاتك الاشياء اللي حاب انك تاخذ له باك اب فيسوي له هو باك اب. هذا ليش ما قفص شوي، اضغط هنا في مشكله قاعد يحدث شكله. اللي قاعد يحدث من الذين ما علمن هو اول ما فتحته قاعد يسوي سينك. اوكي مع المستودعات. طيب نرجع الحين لما المانجر برينترز، طبعا في حاجات كثيره من ضمنها دخلنا على الزوزة ايمج رايتر. اوكي هذا برنامج خاص ب الصور. اوكي فكيف تحرك صوره على اليو اس بي الى اخره. طيب اوكي رحنا اليوتيليتيز الحين، برضو هذا نفس الشيء ما ادري ايش جاء مرتين هنا. اوكي طيب هذا سريعا ايش هي التوزيع. اوكي اللي حاب انه يستخدم ولا يعرف شيء كيف يستخدم التوزيعه، اوكي انت تحتاج تتعلم حاجه واحده، هذا هو الشيء الجديد عليك اللي هو كيف تتعامل مع الباكمان مدير البرامج. فمدير البرامج بكل بساطه انت تحتاج انك تروح لمن هنا قبل شويه دخلنا عليه على السيستم الادرس ريموف سوفت وير. اوكي وتبحث عن برنامج جيم مثلا. اوكي تقوم تسوي انستول. اوكي انا بضغط انستول، لا ما ادري ايش يبي هو، ليش ما يضغط انستول، لكن قاعد يحدث وجهه. اوكي 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 في هنا حاجات. طيب خلونا نرجع من هنا فايل اوبن روت تيرمينال فايند فايل، حاجات جميله واجد صراحه هنا. على كل من هنا تثبيت البرامج، لكنه هو ما زال قاعد يحدث، لاحظ انه باقي مستودع اخير. اوكي خلاص محدث. طيب جيمب الحين اروح من هنا واقدر اسوي انستول على طول، بيقول لك ترى بثبت هذه الحاجات، فانت ممكن تحط عليها مصحف ثبته او انك ممكن تكون اسرع من كذا. اوكي لان حلاوه الباكمان ترى انك تستخدمه من سطر الاوامر فعليا، فانا ممكن اروح سطر الاوامر على الكونسول هنا واكتب سودو باكمان مباشره. جيد فانت ممكن تكتب سودو باكمان اس كابيتال وتكتب اسم البرنامج اللي تبي نفترض جيمب عشان تثبته. ممكن تسوي بحث عن طريق اس اس. اوكي فالاس اس هذا بيسوي لك بحث. اوكي زي ما شايف، وممكن تسوي باكمان ار للحذف يكفي صح. في حاجات كثيره ما بتكلم عنها ممكن تحصل بقناه برنامج باكمان كيف تعمله، ولكن هذه مبدئيا كيف تركب برامج وكيف تحذف البرامج. الى هنا انتهت مراجعتنا اليوم. التوزيعه جدا جميله جميله جدا. الشيء الوحيد اللي يخليني ما استخدم هذا التوزيع، اوكي حابب ابقى مع الارتش بس لا اقل ولا اكثر. هي نفسها تاخذ على البرامج حقت الارتش. على فكره معلومه اخيره قبل ما اخلص نسيتها، اللي هي مستودعاتها هل هي مباشره على الارتش ولا لا؟ لا هي مو مباشره على الارتش، لذلك في عندها بعض الاجهزه تتاخر مواصلتك. في تحديثات كنت تستخدم الارتش تصلك اسرع. اوكي نظرا للتحديثات تصلك بسرعه، عندك مزيه انه انت وصلك التحديثات قبل الناس جيدا، ولكن هل هذه مزيه فعلا او انها سلبيه؟ قد تكون سلبيه احيانا في حزم ما حصلت على فتره طويله في الاختبار زي حزمه ليب بي ان جي. اوكي هذه الحزمه ما زالت هنا ما حدثوا، بينما بالارتش متحدثه من زمان. اوكي نظرا لان ما زالت في اختبارات قائمه عليها. اوكي
هنا فرق بينها وبين الارش نهائي. نشوفكم ان شاء الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.